مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة نهاية الأسبوع في برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11 معكم أنا تامر الحميد في تقديم الحلقة ومن إعداد الزميل عثمان الصولي. طبعا خلاص يعني أغلب البرامج الرياضية سواء كانت التلفزيونية أو الإذاعية على وشك الكثير منها انتهى واللي على وشك الآن ننتهي. طبعا احنا مستمرين معكم إن شاء الله بنكون الأسبوع الجاي إن شاء الله بنلقي الضوء على كثير من الأندية وخلينا نقول الأندية الكبيرة بمكانتها الجماهيرية في كرة القدم السعودية وش الإيجابيات اللي طلعنا منها الموسم هذا والسلبيات أيضا. رح نتكلم عن بعض النصائح اللي رح نقدمها للأندية بيكون معنا إن شاء الله الكابتن خالد الشنيف الأسبوع الجاي بنتكلم على الخمسة أندية هلال نصر أهلي اتحاد شباب راح نتكلم عن إيجابيات الموسم الرياضي وسلبياته وكثير من الأمور إن شاء الله خلال الأسبوع الجاي بتكون آخر حلقة إن شاء الله سواء لبرنامج الجولة أو لبرنامج غرفة 11 بيكون إن شاء الله يوم الأربعاء القادم وإن شاء الله بنلتقيكم إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك. نبدأ حلقتنا اليوم مع تصنيف المنتخب السعودي عالميا. حيث حافظ المنتخب السعودي على مركزه في التصنيف الشهري لمنتخبات كرة القدم الصادر أمس الخميس 6 يونيو عن الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما حل في المرتبة 108 ولم يشهد التصنيف دخول أي منتخب ضمن المراكز العشرة الأولى. وحافظ المنتخب الإسباني بطل كأس العالم وأمم أوروبا على صدارة الترتيب برصيد 1614 نقطة متفوقا على نظيره المنتخب الألماني صاحب المركز الثاني برصيد 1416 نقطة واحتلت الأرجنتين المركز الثالث برصيد 1287 نقطة. وعلى مستوى القارة الآسيوية احتلت اليابان المركز الأول وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني وأستراليا ثالثة وأوزبكستان في المركز الرابع وإيران في المركز الخامس والأردن احتلت المركز السادس والإمارات احتلت المركز السابع وجاء المنتخب الصيني في المرتبة الثامنة والعراق في المركز التاسع واحتل المنتخب العماني المرتبة العاشرة وقع المنتخب القطري في المرتبة الحادي عشرة فيما حل المنتخب السعودي في المركز الثاني عشر. والله أنا تعبت أنا قاعد انتظر الواحد اثنين ثلاثة مستوى المنتخبات آسيويا لين وصلنا خيرا في المركز الثاني عشر مع المنتخب السعودي. يعني هذا يعطينا أيضا طبعات كثيرة. المنتخب السعودي في المركز الثاني عشر خلف العراق والأردن والصين وقطر وعمان وأوزبكستان وإيران والإمارات هذا كلهم قبل المنتخب السعودي. نتكلم عنها بعد شوي إن شاء الله مع ضيفنا. دورة المصيف أكد فريق المغرب الفاسي مشاركته في دورة المصيف الرياضية في محافظة الطائف في شهر رمضان تحت إشراف كل من الاتحاد السعودي واللجنة العليا للسياحة بالطائف ومكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتشارك فيه فرق عربية عديدة. إضافة إلى المغرب الفاسي سيشارك كل من ممثلي البلد المنظم الاتحاد والفتح وممثلي باقي الدول ويتعلق الأمر بالوحدات الأردني والإسماعيلي المصري والرمثة الأردني والشعب اليمني. وقد وجهت دعوات أخرى لفريقي الزمالك والأهلي من مصر والترجي من تونس. في حين وافق نادي الاتفاق على المشاركة في البطولة العربية بدلا من نادي النصر حيث تلقى الاتفاق خطابا من الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد ترشيحه للنادي بصفته صاحب المركز السادس في بطولة الدوري فيما تجاوز الاتحاد السعودي فريق الأهلي صاحب المركز الخامس لكونه سيشارك في دورة ثمانية من دوري أبطال آسيا والتي تتعارض مع توقيت منافسات كأس العرب. يشار إلى أن البطولة العربية ستشهد مشاركة أندية النصر الليبي والعربي الأردني واتحاد العاصمة الجزائري ومولودية وهران الجزائري ولم تحسم بقية الدول أو تحسم بقية الدول العربية أنديتها المشاركة في البطولة. وسيجري الاتحاد العربي لكرة القدم قرعة الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال العرب يوم 17 الشهر الحالي على أن تنطلق المسابقة في شهر سبتمبر المقبل. ينضم لنا مراسلنا أو خلينا نقول مو مراسلنا خلينا نقول كبير المراسلين. البعض يقول أنه كبير المراسلين في قناة لاين سبورت. أنا أشوف أنه كبير المراسلين
في كل القنوات التلفزيونية السعودية سواء الخاصة أو الحكومية، الزميل الإعلامي اللي يتواجد بشكل مميز في قناة لاين سبورت الزميل عبد الرحمن الحميدي. حياك الله معنا أبو خالد. مساك الله بخير أبو نهار وعلى المستمعين، وحقيقة أعطيتني مقدمة لا أستحقها، شكرا لك أبو نهار. لا تستاهل أكثر والله أبو خالد، بالعكس أنت من الناس المتميزين سواء كمراسل داخل الملعب أو في دعم المراسلين الشباب، وهذا شيء أنا عارفه وأنت عارفه، وفوق هذا كله يعني تواجدك حتى في الاستديوهات التحليلية وفي البرامج كمذيع ما شاء الله متواجد في كل مكان، يعطيك العافية. من طيب أصلك والله أبو نهار، شكرا لك أبو نهار. الله يسلمك. بنعلق على كم خبر قبل ما ندخل في السالفة. طبعا موسم رياضي متعب ومجهد لنا كإعلاميين، صح ولا يا أبو خالد؟ صحيح والله، الحقيقة الموسم هذا كان يعني موسم جدا متعب وتفاصيله كثيرة وأحداثه كثيرة. أكثر الأشياء الصعبة اللي تواجه الزملاء الإعلاميين خاصة في المجال الرياضي، وتكلم طبعا تكلم على المراسلين والقنوات التلفزيونية ووضع التنقل والتواجد في المباريات وتعاون الأندية، هذه أشياء، وش السلبيات اللي واجهتوها أبو خالد؟ بالحقيقة أبو نهار يعني يمكن خليني أتكلم، ما نقول الصعوبات لكن خلينا نقول الفرق اللي كان بين المواسم الماضية وهالموسم. الموسم هذا يعني اختلف، تعرف أنا كنا من 10 سنوات إحنا متواجدين مع الأندية والحضور والتمارين والأحداث والمباريات. اختلف الموسم هذا أبو نهار يعني على مستوى، طبعا أكيد أنه على مستوى النقل برضو اختلف بحكم أنه صارت لقناة الرياضية السعودية، فمستوى المنافسة أتكلم عن نفسي يعني على مستوى لاين سبورت في حضور المباريات طبعا اختلف الموضوع، ولكن على مستوى الحضور بالنسبة للتمارين وتغطية التمارين والأحداث، وتعرف أنت المراسل أبو نهار يبحث عن السبق، يبحث عن التميز، عن المصادر، عن بعض المعلومات اللي ممكن ما يحصلها المشجع إلا عن طريق المراسل بهذه الطريقة. الموسم هذا اختلف أبو نهار بأنه يعني كل الأندية تشعر بأنه في عمل منظم على أنه المعلومة ما تطلع، يعني العمل المنظم على أنه أي معلومة ما تطلع وأنه يكون مصدرها من النادي، وبالتأكيد هذا شيء سليم، ولكن في عالم الإعلام يجب على المراسل أن يبحث عن المعلومة من هنا ومن هنا. فيمكن الموسم هذا كان أكثر شيء متواجد فيه هو إغلاق التمارين، أغلب التمارين كانت مغلقة على مستوى الأندية، ما أتكلم على نادي واحد، كان الإغلاق كثير في المباريات، يعني في تعكس بعض الانطباعات بأنه المباريات أو التنافس كان قوي جدا، الإدارة تحاول بشتى الطرق أنها تكسب الرهان مع جمهورها من خلال إغلاق التمارين وعدم يعني ظهور أي معلومات عن الأندية، وبعض الناس يعني يشوفوا، خلينا نتكلم بصراحة، بعض الناس يشوف أنه في تخوف، أنه الاستعداد ما هو بشكل كويس، أنه في كثير مشاكل في الأندية، أساس كذا هم ما يبغوا المعلومات تطلع، يحاولون قدر الإمكان يعني التفكير علينا بأن احنا ما نطلع بأي معلومة. عبد الرحمن على سالفة بدون مقاطك، على سالفة اللي هو إغلاق التمارين، في كثير من الأندية يعني تلاقي الآن صار فيه اتهامات توجه لها أنه والله العظيم أنه أنت إذا أغلقت التمارين وحطيت فاصل بينك وبين جمهور النادي، يعني الآن صار اللاعبين عندنا في السعودية يتكلم، تتفاجأ إذا مثلا أنديتنا إذا راحوا لعبوا برا مثلا في بطولات قرية مثل بطولة آسيا، تلاقيهم مثلا على أرضهم تلاقيهم يواجهون ضغط كبير، ليش؟ لأنه اللاعب خلاص صار في فاصل بينه وبين الجمهور، ما هو متعود أنه يحتك بالجمهور أو يشوف الجمهور هذا الكبير قدامه، فصار أنديتنا وحتى منتخب السعودي تلاقيه يلعب ويبدأ خارج الأرض، لكن على الأرض يلعب تحت ضغط كبير إذا كان أمام الجمهور. كلامك سليم أبو نهار، وأنا يعني يمكن وجهة نظري أنا في الموضوع لو سألتني، أنا أعتقد أنه اللاعب لما يتمرن ويطلع من التمرين ويركب سيارته وما يدري عن الجمهور ولا كلموه الجمهور ولا تواصل مع الجمهور، صعب تشعر، يعني أنا أرى أنه صعب تشعر بالجمهور بهالطريقة، أنه اللاعب بيشعر بالجمهور أو بغضب الجمهور أو حتى بفرح الجمهور ودعمهم له، في كل الأمرين أكيد اللاعب يشعر بالجمهور لما يكون موجود، لما اللاعب يطلع من التمرين طال عمرك ويركب السيارة ويمشي وكأنه يعني سواء هو فائز أو سواء هو مهزوم الموضوع عنده سيام، لكن في السابق كان الموضوع مختلف، وانت يعني برهان أعتقد عندك تجربة يمكن أو عندك خبرة في هالموضوع، أنه كانوا أول النجوم اللي كانوا سابقين كان يعني لما يكون مهزوم من الصعب أنه يركب سيارته بسهولة، يعني لما يطلع من التمرين
ولما يفرح لما يعني يكون برضو فائز وفرحان من الصعب انه يركب سيارته بسبب الجماهير. الان اصبحت الادارات تبحث عن عزل اللاعب عن الجمهور، واعتقد ان هذا لها جوانب سلبيه كثيره على اللاعب، حتى على المنتخب السعودي. احنا تتكلم عن التصنيف وتصنيف المنتخب السعودي، اعتقد هذا حتى من الامور اللي كنا نعانيها. يعني على مستوى بطوله الخليج الاخيره كان في عزل غريب عن الجمهور وعن الاعلام، يعني اللاعب صعب يشعر بالجمهور بهالطريقة، لكن لما يكون الجمهور معه ويحفزه ولا ينتقده ولا يوجه له كلام، حتى وإن كان بعض الكلام بالتأكيد ممكن بعض الجماهير يصدر منها بعض الألفاظ اللي ما تكون مستحبة عند اللاعبين، والإدارة تحاول يعني إبعادهم عن هالموضوع، وحتى إبعاد ردة فعل اللاعب عن الجمهور. ولكن أعتقد لها أثر، يعني مو شرط أنه احنا نحكم على الجمهور كلهم انه بانهم حيكونوا بهالشكل. في جمهور واعي، وانت تعرف الحين ابو نهار واللي يحتك بالشباب اللي الان موجودين على مستوى الاعلام، سواء الصغار حتى المتابعين، مو اللي يعملون في الاعلام، اصبح عندهم وعي يعني بشكل مو طبيعي، اصبحوا متابعين ومدركين كل الامور، مدركين حتى كيف هم يتواصلون في الجانب النفسي مع اللاعب لما يكون مهزوم او لما يكون فايز. فاعتقد انه الحجب هذا اللي جالس يصير له اثار سلبيه، وإن كنا نحترم برضو يعني توجهات الإدارة، ولكن أعتقد أن في جوانب سلبية في هذا الحج بين اللاعب وبين الجمهور. عبد الرحمن الحميدي، بكل أمانة تشوف إنه هذه طبعا الحلقة اليوم هذه فضفضة، خليها يعني خلينا نتكلم الآن. يمكن اللي شفناه هذا الشيء وشلون ناخذ منه الفائدة اللي صار مثلا في بطولة كأس الملك، وشفنا رئيس نادي الشباب وأنه الدخول إلى منطقة المكزون وأنه الناقل الحصري وأنه القناة الرياضية السعودية، هذا يسبب لكم مشاكل. هذا يعطينا انطباع أنه في معاناة تلقاها كثير من القنوات، مو بس على مستوى الدوري لأن ناقل حصري مثل القناة الرياضية، حتى على مستوى البطولات الثانية في كأس الملك أو كأس ولي العهد. هذا صحيح بالتأكيد، وإن كنت يعني القناة الرياضية السعودية أنا عزيزة علي، وأنت تعرف يعني هذا بيتي الأول يعني وأحترمهم جدا، ولكن ترى خلني أتكلم برضو على مستوى المنافسة، يمكن أنا كذا أفتح ملف النقل. ولكن الأمانة إذا كان البحث عن مصلحة عامة وهي مصلحة الجمهور ومتابعة الجمهور، أعتقد من المفترض، وهذا رأيي الشخصي ما يمثل أي أحد، أنه أعتقد أنه من 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 الشيء الجيد أنه تفتح أنت المنافسة بين القنوات في دخول المباريات ومتابعة الدوري السعودي. أعتقد فيها جوانب إيجابية كثيرة حتى على مستوى اللي يعملون في القناة الرياضية أو اللي يعملون في القنوات الثانية. أنت لما يكون في منافسة حيكون في الجهد أكثر، حيكون البحث عن التميز أكثر، كل هالموضوع وكل اللي فيه من تفاصيل راح تصب في النهاية لمصلحة مين؟ ما هو المصلحة فقط القناة أو القناة هذه أو القناة هذه، المصلحة تكون للمشاهد المتابع اللي تابع، حيبحث عن التميز، حيعرف اللي جالس يشتغل بشكل مميز، حيتابع المميز، حيكون حتى هذا زي ما تقول تحفيز للمميز بأنه يتميز أكثر وأكثر، وتحفيز للي ما هو متميز أنه يبحث عن الشغل بشكل أكبر ويبحث عن التميز. فأعتقد أن هذا المفترض الموضوع اللي يصير. أما على اللي يصير في المكزون والأشياء اللي تصير طبيعي، يعني في ظل المنافسة اللي موجودة، وانت لما تصير عندك مباراة واحدة اللي انت جاي تنقلها، اتكلم يعني مثلا على مستوى قناة لاين سبورت لما كانت متواجدة في كأس الأبطال او في كأس سمو ولي العهد، انت تبحث الآن عن انك تتميز بشكل اكبر وتحاول يعني تشتغل بشكل اكبر، في طبعا ظروف تكون محيطة في الملعب والمفترض انه المراسل يكون مدركها ومتوقعها قبل ما يدخل أرض الملعب، إنه حتكون يعني أنت يجيك مدير الملعب يقول لك ادخل، ويجيك السكرتي يقول لك لا تدخل، ويجيك اللي جنب السكرتي يقول لك لحظة شوي، يعني كل واحد يعطيك تلقى 18 أمر موجود في إنك تدخل الملعب ولا في التوزيع. يعني هو أوكي في مثلا نظام معمول باو سيستم إنه حيكون كذا كذا قبل المباراة، لما يجي الموضوع ويبدأ الشغل يختلف الموضوع كله. يعني كل الأمور اللي كانت مرتبة قبل الدخول تتغير في منطقة المكزون، حتى المكزون بالنسبة للمباراة النهائية، يعني أتكلم أبو نهار ما في مكزون بالتأكيد، يعني أنت المكزون حيكون جوا، اللاعب حيطلع المنصة لما يرجع في تتويج، ما في مكزون. أنا تفاجأت يمكن أتكلم عن الحدث الأخير اللي هو كأس الأبطال، كان قبل المباراة مرتب إنه كان في راح يكون في مكزون وإنه في نقل في المكزون، أنا استغربت يعني قبل المباراة إنه في مكزون، فلما جينا الملعب وقلت لمدير الملعب انه ما في مكزون يا جماعه، انتم كيف قاعدين تقولون مكزون وما في مكزون؟ قال والله فعلا ما في مكزون، خلينا اجل نحطكم في المنطقه الثانيه. ف يعني في بعض الامور البسيطه، وان اكيد نحسن النيه انهم اكيد انهم يحاولون تعديل الامور من كل موسم الموسم، احنا جالسين نشوف فيه تقدم في الملاعب في العمل التنظيمي والسيستم اللي يكون موجود، ولكن لا زال في بعض الاشياء اللي تكون يعني منغصه على المراسل في انه يعطيك العمل بشكل مميز. او خلني اقول لك بشكل ثاني ابو نهار،
انه اللي يشوفه المشاهد على الشاشه يعتقد انه المراسل هو طالع انه في قمه الراحه وانه يعني الامور كلها سلسه والامور ماشيه, ما يدري وش اللي جالس يصير, وممكن انت طالع تبتسم وانت من جوا محترق اصلا. صحيح, هذا معاناه يعني على قولك, يعني انت عشان توصل يعني مثل المهاجم عشان يوصل للمرمى هذه يبغى له مجهود كبير وممكن صعوبات كثيره, وعشان تسجل الهدف وتصيد اللاعب وتصيد لك تصريح بشكل مميز هذه عاد ايش؟ هذا عاد تكون انت نجم الموسم, عاد هذه يبغى لها سالفه وسالفه. يعني حتى كثير من اللاعبين عشان حتى بعد نعطي اللاعبين حقوقهم, في كثير من اللاعبين تلاقيه عنده قابليه انه هو يتعاون معك كمراسل. الفلوس, الفلوس غير المهاجم والمراسل يا ابو, انا عارف الفلوس غير, بس انا اتكلم انه انا اتكلم على العقوبات, مو العقوبات عفوا, يعني الاشياء المشاكل اللي تصادف والصعوبات اللي تصادف المراسل الين يوصل للنجم. يعني انت معليش عبد الرحمن, انت بتروح لمنطقه المكزوم تاخذ رئيس نادي وتاخذ لا احد نجوم الفريق, بس انت عشان توصل وتروح على قولك السيكوريتي واللي جنبه واللي جنبه, ويطلع لك واحد ما تدري من وين وماسك الميكروفون ولا واحد ما ادري شلون وما تدري مين مع مين, فانت عشان تتخطى هذول كله ممكن اللاعب يكون عنده القابليه, بس شلون توصل له هنا المشكله. صحيح, ويمكن في احداث كثيره صارت قديمه على المراسلين ما نبغى نرجع لها, ولكن كانت تعكس انه فعلا كان المراسل لما يجي يوصل لللاعب ولا الضيف مثلا, انت تتنافس مع قنوات ابو نار, لما انت تبغى توصل تلقاك انت محجوب وغيرك جالس يروح. فكل هالامور فيها يعني من النرفزه ما الله بها لي. صادق عبد الرحمن, بطوله كاس الابطال وبطوله كاس ولي العهد الان في حديث تقول انه ان شاء الله يكون ممكن لها راعي الموسم الجاي على اساس انها تكون بشكل منسق اكبر ومرتبه بشكل اكبر, يعني مثل الدوري مثلا عبد اللطيف جميل, وراح يتم بيع خلينا نقول كاس الملك وكاس ولي العهد يكون لها راعي, وطبعا مداخيلها تروح للاتحاد السعودي. انتم كمراسلين داخل الملعب اذا كان في راعي للبطوله, شيء في شيء ايجابي لكم من هذه الناحيه والامور كلها سيان؟ اعتقد لا, لما يكون في راعي المفترض من الراعي, اعتقد الراعي اللي يكون مميز, الشركه اللي تكون مميزه وعندها الماركتنج التسويق شيء يعني يكون عمل بروفيشنال, راح يكونون اكيد حريصين حتى على مستوى الملعب انه تنظيم الامور. بعكس لما يكون ما في راعي والموضوع ما في سبونسر لاحد راح يختلف, وانت تعرف لما يكون في فلو يعني في عائد مالي الموضوع اكيد حيختلف في الملعب, وهذا يمكن شفناه في دوري زين لما كان لما تواجد دوري زين وشركه زين لما تواجدت على مستوى الرعايه اختلفت بعض الامور اللي كانت موجوده في الملعب من ناحيه الفلاش انترفيو والميكس زون وتنظيمه وانهم اللي يجيبون لك اللاعب في الفلاش انترفيو, كل اعتقد كل هالامور تغيرت بسبب انه كان موجود راعي. فاعتقد لما مثل هالبطولات كاس ولي العهد وكاس الابطال راح يختلف الموضوع, اكيد انه راح يختلف والمفترض انه يختلف, بالتاكيد انه المفترض انه راح يختلف الموضوع لما يكون متواجد راعي. ولكن خلني اقول لك ابو نهاب, بما انها فضفضه, الغريب انه تاخر الموضوع على مستوى الرعايه, يعني بغض النظر عن ترتيب المنتخب السعودي ولا النقاش اللي دائما يصير على انه هل الدوري السعودي هو المتابع ولا ما هو المتابع, احنا نلمس يعني من لما نروح مثلا مشاركات اسيويه مع المنتخب ومع الانديه نلمس حجم المتابعه في الجماهير المتواجده للدوري السعودي, معرفتهم الكبيره بالنجوم, بحثهم عن النجوم. الدوري يعني بغض النظر عن النقاش اللي يصير هو دوري متابع, سواء في احد راضي ولا مو راضي, هو الدوري المتابع على مستوى الخليج. فاعتقد مثل هالبطولات كان المفترض من زمان يكون فيها متواجد راعي, والعمل عليها كان المفترض من اول, يعني كان مفروض مع دوري زين انه الباكج يكون كامل على مستوى الرعايه لدوري زين, وبعدين ممكن ان ندخل في موضوع ثاني انه يكون مثلا كاس ولي العهد له راعي وكاس الابطال له راعي. فاعتقد ان الرعايه موضوع المفترض الان انه يدخل في الدوري السعودي بشكل اكبر, وانه الاتحاد السعودي على عاتقه تسويق الدوري بشكل مختلف. هو اذا جيت للدوري الان هو له راعي كان زين والان عبد اللطيف جميل, بس انت تتكلم على البطولات الثانيه كاس الملك كاس ولي العهد, اذا تتكلم عليها تحديدا اصلا انا يعني اذا الدوري الدرجه الاولى ركان الان الرعايه, اعتقد انه في متابعه كبيره, وفي ان المشكله اللي ثامرة اللي ممكن أن الواحد يسال عنها الشركات هذه قاعده تتكلم عن عوائد ماليه انه ما في عوائد ماليه, وهذا يمكن عند اللي خلينا نصير مشجع ما يدخل عقلك شوي انه ما في عوائد على مستوى هالمتابعة وهالتغطية الإعلامية وهالتواجد.
اذا كان ما في عوائد فاعتقد انه الخلل منهم هم الشركه اللي لا في في في, في عوائد. وبعدين دائم لكل شركه لها مبلغ كذا طالع للحملات الاعلانيه وهذا واحد منهم. اذا كان للدوري يكون الطمع اكثر. اي ممكن بالضبط. اي يبغون العائد. هو في عائد بس هو يبغى يوصل رقم معين ما وصله. صحيح. بس على طاري انا بس بجاوبك على هذه بالنسبه لكاس الملك وكاس ولي العهد. الاتحاد السعودي ما سوق لها من بدري يا عبد الرحمن تدري ليش؟ لانهم مو مقتنعين بنظام البطوله. فهذا حتى نظام البطوله يعني تكلم على مسمى البطوله. تقصد الاتحاد السعودي اللي الان موجود اللي هو الاستاذ احمد عيد ولا حتى لما كان مكلف؟ حتى لما كان مكلف بتسيير اعمال. اي حتى الامير نواف تكلم بس ما كان يعني كان خلاص يعني دوري زين كانت تعتبر تجربه مع الامير نواف او خلينا تكون كانت في بدايتها. الان مثلا في اصبحنا خلاص يعني متمرسين فيها المفروض نعرف ايش الايجابيات والسلبيات. اذا ما انت مقتنع ابو نعرف في هالبطوله ليش انت قاعد تخلي الانديه تلعب وفي النهايه الضرر يرجع على الانديه ويرجع حتى على اللاعبين؟ ما انت مقتنع مو في البطوله، انت مقتنع في البطوله بس ما انت مقتنع بتنظيم البطوله وبنظامها. نظام البطوله الان احتمال الموسم الجاي انه يتغير لان كاس الملك مسمى كبير وجوائز كبيره وتشارك في دوري ابطال اسيا وتشوف ان البطوله مدتها اسبوعين. صحيح. فهذه يعني على مسمى البطوله وعلى جوائزها يعني مختلف الوضع. بنروح عبد الرحمن لفاصل وتبقى معي بنرجع لك مره ثانيه معنا الزميل عبد الرحمن الحميد. بنطلع فاصل قصير ونرجع في برنامج غرفه 11. قام وفد لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بزيارة النادي الأهلي مساء البارح، وكان في استقبال الوفد مدير إدارة كرة القدم محمد الحارثي، وشملت الزيارة أكاديمية النادي ومركز الأمير عبد الله الفيصل لقطاع الناشئين والشباب والأولمبي وملعب الأمير محمد عبد الله الفيصل. وشاد الوفد بما شاهد في النادي الأهلي من مقرات ومنشآت ومعسكرات وبنية تحتية ذات احترافية عالية تخلق مناخ مناسب لإعداد لاعب كرة القدم. وقعت إدارة نادي الفيصلي مع مهاجم نادي الرائد الكابتن رياض بلال بعقد يمتد إلى سنة واحدة. وقد مثل إدارة النادي فهد المدلج رئيس مجلس الإدارة وبحضور وكيل أعمال اللاعب الأستاذ ديب الدحم. قررت إدارة نادي الفيصلي السعودي بعد التشاور مع مدرب الفريق الأول البلجيكي سيد مارك إقامة معسكر فريق الإعدادي الموسم المقبل في إيطاليا خلال الفترة من 16/8/1434 حتى 2/9. وكان نادي الفيصلي قد بدأ في تدعيم الفريق الأول ببعض التعاقدات مع بعض اللاعبين. نرجع مرة ثانية مع الزميل عبد الرحمن الحميدي. عبد الرحمن أبو خالد كإعلامي رياضي سعودي رأيك وإحساسك كذا يوم تشوف تصنيف المنتخب السعودي، بلاش نقول 108 على مستوى العالم، خلينا نقول 12 آسيويا خلف قطر والإمارات والصين والعراق وعمان والأردن، هذا اللي أتذكرهم. والله إذا رجعت أبو نهار لهالف وقت تلقاها كلها فازت عليك أو تعادلت معك أو تعبت معها في النتائج يعني. فأعتقد أن النتائج طبيعي للي مر فيه الأخضر، ولكن الأمل موجود بأنه يرجع ثاني مرة. الغريب أنه على مستوى الأندية، أنا كنت أفكر فيها أنه على مستوى الأندية أنت لما يشارك مثلا أنديتنا لما تشارك على مستوى آسيا على مستوى البطولة العربية البطولات الموجودة تشعر بأن أنديتنا متفوقات، يعني المتابع والمشجع للنادي عنده ثقة على أنه النادي يقدر يتجاوز الأندية الموجودة معه على المجموعة. بينما لما يجي منتخبنا السعودي يلعب الجميع يكون يعني ما عنده ثقة كاملة بالمنتخب، مع أنه نفس اللاعبين أو خلينا نقول نجوم الفرق كلها موجودة. ما أدري شو المشكلة اللي صايرة في المنتخب السعودي على مستوى العطاء في المباريات اللي كانت ماضية، ولكن إن شاء الله أنه الجيل الجاي يكون عنده الطموح أكبر بأنه يرجع ثاني مرة للمكان الطبيعي إن شاء الله. عبد الرحمن الموسم الجاي نشوف مثلا بينات في الاتحاد يعني قدم نفسه بشكل كبير مع نادي الاتحاد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الهلال بقيادة سامي الجابر، الأهلي
في بحث مستمر على المدرب، وانا اتوقع انه الاهلي اكيد سواء كوزمن او غير كوزمن حتى لو كان المدرب البرتغالي ممكن راح نشوف يعني قيمه فنيه في النادي الاهلي. تشوف حتى نادي النصر تعاقداته مع يحيى الشهري وكاريني واستمراره، هذا يعطينا انطباع ان الموسم الجاي راح يكون نار. والله يعني من ناحيه المعطيات اللي موجوده على مستوى الدوري بالتاكيد ان الدوري ينبئ بان فيه راح يكون بشكل مختلف هالموسم. الاهلي على مستوى الاهلي، انت تتكلم عن الاهلي يعني الاهلي على مستوى العناصر من اميز الفرق، يمكن اعتقد التغييرات الفنيه والتاخر في تغيير جارولين يعني كان في عدم قناعه عند الاهلاويين من بعد النهائي الاسيوي في جارولين، وكان بعض الانقسام عليه حتى على مستوى النادي، ولكن كان في تاخر في انهاء الامور مع جارولين. اليكس اعتقد حتى حاول يقدم شيء مع الاهلي، لكن يجب الاهلي الموسم الجاي انه يكون جاهز بشكل بدري على مستوى المدرب سواء كان كوزمن او غيره. الاتحاد اعتقد بنات جاء في مرحله مهمه، والمدرب اللي يقدر يغير شكل الفريق في هذه الفتره ويحصل على بطوله اعتقد حتى اللاعبين تبدا الثقه موجوده مع 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 الجهاز الفني بشكل اكبر، اعتقد انه كان قرار سليم من الاداره الاتحاديه بمواصله بنات مع الفريق. بالنسبه للنصر ايضا الامير فيصل بن تركي، هذا الرجل يعني حقيقه ما هو تطبيل ولا هو يعني يحتاج اصلا للتطبيل مني، لكن اعتقد الامير فيصل بن تركي اشتغل على النصر من بدايه رئاسته بشكل مختلف تحت ضغط ايضا قوي من جمهور النصر ومن الاعلام النصراوي، ولكن اعتقد الامير فيصل بن تركي يثبت كل ما تمشي المراحل بانه عاشق للنصر وانه يعمل بشكل مختلف للنصر. والموسم هذا انا كنت في حديث مع صفقه يحيى الشهري، كان يقول انا ابغى اريح بدري واجيب كل الامور اللي متاحه لي على خطوط المفاوضات انهيتها، وما اعتقد انه في صفقات كبيره، ولكن الاخبار تقول انه في صفقات ايضا موجوده للنصر كبيره، قد يكون يعني قد ما تكون في بدايه الموسم، ممكن تكون حتى في الانتقالات الشتويه، ولكن ايضا على مستوى الهلال ابو نهار اعتقد تولي الاسطوره سامي الجابر تدريب الهلال راح يكون يعني تحت الضغط، ولكن اعتقد انه سامي الجابر بخبراته وبتاريخه من لما كان لاعب على مستوى التحديات، سامي الجابر دائما يعشق التحديات اصلا ويعمل على التحديات، ولما يعني تتابع سامي الجابر من كان لاعب تعرف انه سامي الجابر يحب هالامور وانسان يعرف يعمل على نجاحه. ولكن انا كنت في حديث ايضا مع عبد العزيز الدوسري لما وصل بالسلامه من العمليه، كان يتكلم بالفعل انه لا يجب انه اللاعبين حتى يتعاونوا مع سامي الجابر في انه يظهر الهلال بالشكل المرضي لجمهوره، بعكس يعني الموسم الماضي واللي يمكن كان على مستوى الارقام الهلال يعتبر جيد، ولكن على مستوى الرضا العام بالنسبه للجمهور ما كان موجود. طيب زميل عبد الرحمن الحميدي، سؤالي الاخير، الفتره القادمه مخططاتكم في قناه لاين سبورت؟ بالتأكيد يعني انت تسألني عن المخططات، في طموحات كثيره بالنسبه ل إدارة قناة لاين سبورت، ولكن نكشف عنها يمكن في الأيام القادمة إذا صارت بالشكل اللي ننتظره. البرنامج الهدف راح يستمر بإذن الله، ممكن أنا الأسبوع الجاي راح أتواصل في برنامج الهدف لأنه زميل طارق الحماد حيكون في إجازة إن شاء الله يرجع بالسلامة برضو بزياد. بشهر رمضان إن شاء الله راح يكون في برنامج الديوانية بشكل مختلف وبضيوف مختلفين، ونخبة من الضيوف اللي راح يكونوا متواجدين إن شاء الله في برنامج الهدف، في إن شاء الله دورة برامجية حتكون أيضا على مستوى القناة بشكل مختلف، نطمح إن شاء الله أنها تكون يعني في المنتظر من قناة لاين سبورت. وأنا ما أمدح قناتي، لكن يعني تعرف أنت أبو نهار وأنت يعني قريب ومطلع أنه أغلب اللي موجودين في قناة لاين سبورت هم من الشباب اللي إحنا نتشرف أنهم موجودين، وهذا يعني زي ما قلت قبل في كلامي أنه شباب السعودي شباب مشرف جدا متى ما أعطيه الفرصة والدعم إن شاء الله، وبالتوفيق لكم ولزملاء في قناة لاين سبورت ولكن تحديدا عبد الرحمن، يعطيك العافية لتلبية الدعوة اليوم، بتوفيق لك إن شاء الله. شكرا. كان معنا الزميل الإعلامي ومراسل قناة لاين سبورت الزميل عبد الرحمن الحميدي. أكد المدير الفني الأسباني لنادي الاتحاد السيد فينات في تصريحات لإحدى الصحف الأسبانية بأن نادي الاتحاد في المملكة شيئا
كريال مدريد في أسبانيا. وصفت الصحيفة عمل بينات مع الاتحاد في الأشهر الأخيرة بأنه كان جديرا بالاحترام بعدما قام بتصعيد 7 لاعبين واعدين على الفريق الأول وقدموا أداء مذهل. وعن ذلك قال بينات: الصاعدون لديهم رغبة عظيمة وأثبتوا أنفسهم تماما عندما قمت بتجربتهم أنهم أدهشوني. برشلونة يبدأ في بيع قميص يحمل اسم نيمار وسط توقعات بمنافسة رقم 10. حيث بدأ نادي برشلونة في بيع قميص يحمل اسم نجمه الجديد البرازيلي نيمار، والذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل مشجعي فريق الكتالوني بالرغم من أن القميص لم يحمل رقما بعد. واختار نيمار أن يكتب اسمه على ظهر القميص مثلما كان يظهر على قميص فريقه السابق سانتوس. وتوجه الكثير من المشجعين وخاصة السائحين خلال الأيام الماضية إلى متجر النادي لشراء القميص الذي يبدو أنه سينافس بقوة قميص رقم 10 الخاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. آخر أخبارنا في برنامج غرفة 11 اليوم: يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللمسات الأخيرة على تجهيزات تقنية خط المرمى التي سيتم استخدامها في كأس القارات التي تنطلق في البرازيل منتصف الشهر الجاري. وذكر بيان للفيفا أنه تم البدء في تجهيز التقنية في عدة ملاعب، ويتم حاليا اختبار جميع الأجهزة لتفادي أي مشاكل في البطولة. ومن المقرر أن يتم تجربة التقنية الجديدة في ملاعب البرازيل المستضيفة للبطولة خلال الأيام المقبلة، وكانت هذه التقنية قد تم تجربتها من قبل في بطولة كأس العالم للأندية 2012 في اليابان. شكرا استماعكم برنامج غرفة 11، إن شاء الله بكرة بداية الأسبوع الأخير مع برنامجكم برنامج الجولة من 6 حتى 7 مساء. تصبحون على ألف خير.